ركنة أزمة يومية بيواجهها كل مواطن بيمتلك سيارة ملاكي. في السنوات الأخيرة ظهر السايس اللي البعض بيعتبره شخص يؤتمن على سيارته، والبعض الآخر بيحس إنه بيجبره إنه يدفع له فلوس مش من حقه. تعالوا مع بعض نشوف وظيفة المنادي بشكل عام ورأي الشارع المصري في مهنة المنادي. تعالوا نشوف. هي شغلانة شريفة، لما مدي ايدي في جيب حد ولا بسرق حد ولا بقول لحد اديني، خدمة مقابل أجر. في ناس بتعاملنا كويس وفي ناس بتعاملنا معاملة سيئة بحكم اننا واقفين في شارع، واحنا برضو في شغلانتنا احنا بنبيع خدمة ما بنبيعش سلعة، فلازم نعامل الناس كويس. والحمد لله ان انا اقف هنا بقالي 13 سنة، يبقى انا راجل اسلوبي كويس وبعامل الناس باسلوب كويس. احنا ناخد عربيات من الجنة ومنطبطها ومنطبطها تطبطها حلوة، اللي لما بيعوا تطلعوا بيطلعوا بالراحة وعلى مهلهم مش كله عش. ناس كتير عرفاني ومعاه مفتاح. في ناس بتقول انه مثلا السايس ممكن يجبرهم ان هم يدفعوا فلوس. لا 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 لا، الكلام ده مش هنا، الكلام ده مع البلطجيه اللي واخدين حته وقطع يد هتوقف 20 جنيه، مفيش 20 جنيه كتر وتات، وبتحصل وبتقلب. وحصل واحد صاحبي تواه هنا البنك طلبوه ببلج عشان ما قلتش يدفع. الناس اللي بتيجي تركن كل يوم بتبقى عارفاك، والناس اللي بتيجي جديده بتتعود على المكان وبتاخد عليه. الزبون بينزل، لو عايز يدفع بيدفع، مش عايز يدفع بيمشيش. وفي نفس الوقت اول ما الزبون بيخش عليا اهم حاجه ان اركنه واعمل له مكانه، ويبقى العربيه بتاعته تحت عيني طول اليوم. اي حد النهارده مش لاقي شغل بينزل يقف في اي مكان ولابس السديري اللي هو الفسفوري ده وواقف بيركن الناس، ومفيش حد بيركن النهارده غير لما ما بتنزليش من العربيه غير لما بتدي له فلوسه. بنساعده ندي له حاجه بسيطه، لو كل واحد بيدي له حاجه بسيطه احنا بنساعده على المعيشه احسن ما يسرق احسن. ما هو بينزل برده الصبح، يعني هو بينزل في عز الشمس وبيقف طول النهار في عز الشمس، وبيوفر لك ركنه لانك محتاجه ركنه تنزلي تشوفي مصالحك. شايف ان هي مهنه يعني مصطنعه ملهاش اي لازمه في المجتمع، بس اهو شويه ناس ملهاش اي لازمه بتفرض علينا اتاوه، وبتحس انها يعني منظمه في الاخر سلبيه ملهاش لازمه. ما الواحد بيقف يركن لوحده وبيعرف يطلع لوحده، ايه لازمته هو بقى؟